مرحبا، هذا انا بليبي. انظروا اين انا. واو، في مركز اي فلاي للطيران المظلي في سياتل في واشنطن. هذا المكان رائع. نعم، طيران مظلي مغلق. حسنا، الطيران المظلي الحر العادي هو قفزكم في الهواء. انا خائف جدا. ثم فتح المظلة والهبوط على الأرض، ولكن اليوم سنقفز قفزاً مظلياً حراً في الداخل. أجل، هناك مراوح ضخمة تدفع الهواء بقوة إلى الأعلى، وتكونون هنا فتحلقون في الهواء. أجل، أنا متحمس جداً لهذا. هيا لندخل. مرحباً. أهلاً بك هنا بليبي. شكراً على استضافتي. تفضل بالصعود على الدرج لتصل إلى حجرة الطيران. حسناً، هيا بنا لننطلق. حجرة التحليق، منصة العرض. واو، هيا بنا لنصعد إلى حجرة التحليق. واو، متحمس جداً لأطير. رائع، انظروا هنا. واو، هذه غرفة المشاهدة. من هنا يمكنكم المشاهدة، وهذه تسمى حجرة التحليق. أوه، إنني أشعر بالحماسة. أوه، انظروا، إن داخل حجرة التحليق عدداً من الكرات الملونة الجميلة وبعض الألعاب. هاي، لدي فكرة، لما لا نشغل حجرة التحليق لنعلم ما الأشياء التي ستطير أولاً؟ هيا. أوه، مهلاً مهلاً، انتظروا لحظة، علينا أولاً ارتداء معدات السلامة. هاي، أظن أنها هناك. هنا داخل هذه الخزانات الصفراء. رائع. أجل، إنها هي. لدينا نظارة وقاية. أوه، إنها جميلة. أها، والرؤية واضحة. رائع. وهاتان سدادتا الأذن. سأضعها هنا. جيد. الآن الأذن الثانية. حسناً، سددتهما. إذن الآن صار في إمكاننا الدخول لنرى أيها سيطير. واو، واو، انظروا إلى هذا. لدي صندوق ألعاب. حسناً، لنراقب أي هذه الأشياء سيطير أولاً. إذن لدينا ها هنا كرات القاعدة البلاستيكية، واحدة زرقاء وواحدة وردية. أوه، واو، وبطة مطاطية. هاي، انظروا، ودجاجة مطاطية. حسناً، هاو، انظروا هنا. أوه، هذه كرة سلة. واو، رائع. والآن لنشغل المروحة، وبعدها سنعلم أيها سيطير. واو، أسمعتم؟ رائع، لقد بدأت الكرات تتحرك. حسناً، سأجمعها. لفكرة، لماذا لا نسكب بعض الماء ونرى إن كان سيطير في الهواء؟ مستعدون؟ واو، واو، رأيتم ذلك؟ إن الماء يتطاير في الهواء. واو، إلى اللقاء يا قطرات الماء. أرأيتم كيف تطاير الماء عالياً؟ سأسكب مزيداً. واو، ومزيداً أيضاً. ثم لدي لعبة سرية لكم. واو، واو، تتساقط علي. لقد ابتللت. حسناً، انظروا إلى هذا. والآن لدي رشاش ماء مذهل جداً. سأملأه بالماء. حسناً، والآن صار مملوءاً بالماء. مستعدون؟
واو! عندما أرش الماء منه في العادة يندفع اندفاعاً مباشراً، لكن الآن واو! وي! الماء يندفع في كل الجهات. واو! لقد كان اللعب بتلك الألعاب ممتعاً كثيراً، ورؤية الماء أيضاً وهو يتعرض لضغط هوائي كبير من الأسفل. ولكن الغرض من هذا المكان ليس اللعب بالألعاب، إنما هو التحكم في أجسامنا للتحليق في الهواء وحدنا. إذن هيا بنا لنتعلم هنا في هذا الصف. رائع! حسناً، ماذا أفعل؟ أولاً سنشاهد مقطعاً سريعاً لنتعلم منه ما نحتاج إليه، ثم نطبق ذلك. جيد، هيا إذن لنشاهد هذا المقطع. واو، إنه مقطع جميل. حسناً بليبي، صرت تعرف طريقة التحليق. أجل، يبدو رائعاً. إذن فلتجب. أجل، ما معنى هذا؟ القدمان مستقيمتان. جيد، ومعنى هذا؟ اثني ركبتيك، وهذه تعني استرخي قليلاً. أجل، أحسن. والقاعدة الأولى؟ ارفع ذقنك. جيد، صرت مستعداً للتحليق، فضع أدوات الوقاية. أجل، البوذة والنظارة الواقية والبزة. حسناً، سأرتدي الثياب الواقية كاملة، ثم أستطيع التحليق. أجل، إذن يبدو أن علي ارتداء أشياء كثيرة. لدي بزة التحليق وخوذة ونظارة وقاية وسدادتا الأذن. حسنا، 3، 2، 1. انظروا إلي كيف أبدو. أنا مستعد للتحليق. لنذهب إلى حجرة التحليق. التالي طيران أعلى، والآن سنطير عالياً. واو، كان مذهلاً. لنشاهد العرض الذي سيؤديه المدرب. هيا، سيكون عرضاً رائعاً. واو، انظروا إلى الحجرة كاملة. واو، إنها كبيرة جداً. حسناً، سيبدأ.
لقد كان عرضا مذهلا. هل رأيتموه؟ علق إلى الأعلى وإلى الأسفل ثم دار بوضع ملتوى. أنا أمزح معكم، لم يدر بوضع ملتوى بل حافظ على توازنه. أجل، كان العرض رائعا، استمتعت به كثيرا. فعند تحليقي كان الهواء القوي يدفعني، وكان أيضا يرفع جسدي إلى الأعلى، ولكن عندما كنت أنقبض أهبط إلى الأسفل، وعندما أبسط جسدي أرتفع إلى الأعلى، وكان ذلك بسبب اتساع مساحة الجسد. واو، التحليق أمر ممتع. إنني متشوق إلى التحليق ثانية. فليبي، كان تحليقك جيدا جدا، ولهذا السبب سنقدم إليك شهادة في التحليق. نرجو رؤيتك ثانية. إنها شهادة. أحسنت عملا، وداعا. شكرا جزيلا لك، رائع. تسلمت شهادة في التحليق لأنني مارسته في مركز آي فلاي للطيران المظلي. استمتعت في مركز آي فلاي للطيران المظلي في سياتل في واشنطن. واو، كانت تجربة ممتعة، ولا سيما عندما دفعني الهواء من الأسفل فشعرت بأنني أطير كالطائر في الفضاء. وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم أيها الأصدقاء أن تبحثوا عن اسمي جيدا. أيمكنكم تهجئته معي؟ جاهزون؟ BLIPPI بليبي. أحسنتم عملا. حسنا، أراكم بخير، إلى اللقاء. مرحبا، هذا أنا بليبي، وانظروا إلى هذا لوح تزلج. أجل، اليوم أنتم وأنا سوف نتزلج مع صديقنا شون وايت. هيا بنا. أربع عجلات تحت اللوح، سوف تمتعنا، نذهب ونروح. أنا مستعد. احضري لوحك، هيا معنا، أرنا حركات تمتعنا، نتجول فيها في كل مكان. هيا انطلق. أرنا الحيل والإبداع عند هبوطك والإطلاع، حقا إنك ماهر فنان. واو، احتاط لكي أبقى بأمان، الخودة فوق رأس الآن، سوف نمضي صعودا وهبوط فوق لوح التزلج. حسنا، لا تنسوا ارتداء الخوذة وحامي الذراعين، وأيضا حامي الركب، ولا تنسوا التوازن. أستمتع من وقت الانطلاق. أجل، قفز دوران انزلاق، هذا ممتع جدا. الأمر صعب في البداية، لكن فكر بالنهاية، هتصبح بطل تزلج مشهور. واو. أرنا الحيل والإبداع عند هبوطك والإطلاع، حقا إنك ماهر فنان. أجل، احتاط لكي أبقى بأمان، الخودة فوق رأس الآن، سوف نمضي صعودا وهبوط فوق لوح التزلج. هذا ممتع. واو واو واو، فعلناها، تعلمنا كيف نتزلج. إلى اللقاء. أجل. مرحبا، انظروا أين أنا الآن. أنا في ملجأ كيرز في بيريون في واشنطن. رائع. CARES كيرز. نعم، هو ملجأ للحيوانات الأليفة. هنا تعيش الحيوانات إلى أن يأتي أحد ما مثلكم ويرعاها. فهذه الحيوانات الأليفة تحتاج إلى منزل. لنرى الحيوانات في الداخل. أترون هذا الكلب؟ إنه ذو حجم صغير جداً، فهو جرو الكلب. نعم، فالكلاب الصغيرة مثله تسمى جراء. هيا عد. انظروا، إن اسمها ياقوت. واو، إنها قطة لطيفة. مرحبا ياقوت، كيف حالك؟ واو، ملمسها ناعم.
وهذه كادلز وهي تحب العناق. واو ناعمة، وهي تهوى اللعب. واو كان لطيفاً جداً قضاء بعض الوقت في ملجأ الحيوانات الأليفة هذا. لحظة، حتى لو لم يكن في إمكانكم رعاية الحيوان، تستطيعون المجيء وتقديم عمل تطوعي. نعم، يمكنكم اللعب مع الحيوانات، أو ربما تصطحبون كلباً في جولة، أو تلعبون مع قطة في غرفة القطط. حسناً، كان ذلك رائعاً حقاً. شاهدوا معي، أنا الآن في بوز أند ريلاكس في بيريان في واشنطن. إنه للرعاية اليومية. أتحب هذا العنو؟ انظروا، مركز الرعاية هذا فيه ساحة ألعاب. أتعلمون ما هي؟ حيث يمكنكم اللعب، لكن هذه ساحة ألعاب للكلاب. الآن أنا والعنو سنلعب هنا. لحظة، خطرت لي فكرة، لنجعل العنو يركض حول الساحة. واللعب في الساحة لا يحلو إلا مع الأصدقاء، لنحضر له أصدقاءه. هيا نذهب لإحضار أصدقائك. واو، إن لدى لاينو أصدقاء كثرا. لاينو. حسناً، حان الآن موعد استحمام لاينو وحلاقة شعره. سيصير نظيفاً جداً، وبعدها سيشعر بالانتعاش. هيا. شاهدوا هذا، انظروا إلى المنضدة الوردية. أجل، هنا تقف الكلاب فوق هذا المكان، ولدينا هنا حزام أرجواني يثبت البطن، وأيضاً حزام آخر، وهذا يسمى مساعد الحلاق. وهكذا يضمن الحلاق ألا يسقط الكلب من فوق المنضدة عند حلاقة الشعر. هاي، تعالوا انظروا. واو، خزانة الأدوات، فيها كثير من الأدوات التي يستعملها الحلاق في أثناء حلاقة شعر الكلاب. واو، هذا رائع جداً. حسناً، إذن هذا سائل استحمام، إنه سائل برائحة الخوخ. انظروا، لدينا عدد من آلات الحلاقة. واو، إنها تمرر على شعر الكلب وبعدها تقصه. بهذه الآلة تحف مخالب الكلاب. لنشغلها. هذا رائع، لنكمل. واو، إن هذه تبدو كأنها مقصات، لكن إنها تسمى مجزات. واو، وذلك لأن شعر الكلب أخشن بكثير من شعر الإنسان، فتستعمل المجزات لقص شعره، فهي جيدة لذلك. لنضع إحداها على المنضدة. سنختار اللون الأحمر، فهو جميل. حسناً، يجب علينا أن نكون حذرين جداً عند وضعها. جيد. إذن إلى ما سنحتاج أيضاً لقص شعر لاينو. لنبحث هنا. واو، مرحباً، أتريد قص شعرك؟ هي، أنت كذلك أيضاً؟ يبدو أنه قص شعرهما حقاً. شاهدوا هذا، رائع،
إنه مشط كالمشط الذي نستعمله أنتم وأنا لتسريح شعرنا، والكلاب تحتاج إليه. واو! مرحباً! إذن هيا نضعه على المنضدة. حسناً، الآن سأضعه بجانب المجزة. لنكمل، ماذا سنجلب أيضاً؟ رائع! انظروا ماذا لدينا، إنها عبوة معقم. فبعد حلاقة لينو ننظف كل شيء، وبعدها يحين وقت حلاقة الكلب التالي. واو! هذه عبوة عطر، أنا أحب العطر جداً. هذا خاص بالكلاب، عطر للكلاب. سأضعها هناك بلا شك. شاهدوا هذا، إنه درج آخر. رائع! الدرج فيه كثير من الأشياء الرائعة. انظروا إليها، إنها تشبه المحسة، ولكنها لا تبدو كمحسة الخيل، فهي محسة شعر الكلاب. حسناً، إذن سأضعها على المنضدة. واو، سيكون هذا ممتعاً. لنكمل، أتذكرون عندما تحدثت عن آلات الحلاقة؟ هذه، أترونها؟ وهذا رأس آلة الحلاقة، يوضع في الأعلى، وهذه الرؤوس هي ما يحدد به طول الشعر. لاحظوا حجم هذا الرأس، وهذا إنه صغير جداً. حسناً، سنختار هذه أيضاً. الرأس الأخضر، إنه جيد. واو! والآن أظن هذا كل ما نحتاج إليه. صار كل شيء مهيئاً. لدينا آلة الحلاقة والمجزة، المقص والمشط، وعبوة عطر الكلاب أيضاً. أخيراً، محسة الشعر. مزيد من الأدوات، لكن هذه الأدوات تكفي، إنها جيدة. أجل! رائع! شاهدوا لينو، لقد قصوا كثيراً من شعره. انظروا! واو! قليل من شعر لينو المقصوص. واو! ناعم جداً! أجل! يمكنني أن أستفيد منه! واو! أتحب شعر لينو؟ رائحته ذكية؟ إنه مضحك! تغير كثيراً. كيف يبدو؟ انظروا إلى هاتين الأذنين. مدهش! واو! شاهدوا وشاحه المخيف، لكنه جميل. رسم عليه بعض اليقطين. انظروا إلى هذه اللامة، رائعة! واو! هيا لينو، عد إلى منزلك. هيا بنا! إلى اللقاء! إلى اللقاء! حسناً، وصلنا إلى نهاية الحلقة، لكن إن أردتم مشاهدة مزيد، فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ مستعدون؟ B-L-I-P-P-I بليبي! أحسنتم عملاً! أراكم بخير! إلى اللقاء! ثم أنا سوف نتعلم عن أجل الطائرات. واو! ونحن نحلق كالطيور، كل شيء يبدو صغيرا فنعلو بسرور، تنساب ترفعها أجنحة. هيا
يسمعوا صوت المحرك. انظروا للجناح لنحو ما في السماء، قد حان الارتقاء وندور حول الغيوم. نهارا او مساء سنطير بلا إبطاء، الطائرة تخترق الأجواء. هيا لنطير يا هيا، هيا لنطير يا هيا، وأمتعتي لو تدري أحضرت جواز سفري. تتسارع نحو الأمام، لن أنسى ربط الحزام. هيا اسمعوا صوت المحرك، انظروا للجناح لنحو ما في السماء، قد حان الارتقاء وندور حول الغيوم. نهارا أو مساء سنطير بلا إبطاء، الطائرة تخترق الأجواء. هيا لنطير يا هيا، هيا لنطير يا هيا، هيا لنطير. الحيوانات الأليفة، هل تحبونها أيضا؟ أجل، أنا أيضا أحب الاعتناء بكلبي لاينو. أعطيه حماما وقصة شعر جميلة، وهو يحب اللعب معي أيضا. أحبها لأنها أليفة وأعتني بها على الدوام. قطط وكلاب لطيفة تحتاج إلى اهتمام. قص قص شعرها الطويل، تركض تركض تهوى اللعب والمرح، وها قد صار شكلها جميل. من الممتع جدا الاهتمام بحيواناتنا الأليفة. أشعرها بالاهتمام، هنا ينقذون الحيوانات، يعطونها ما تحتاج، يجدون لها من يرعاها من بعد العلاج. نظف 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 بالصابون، وقص قص شعرها الطويل، تركض تركض تهوى اللعب والمرح، وها قد صار شكلها جميل. تأكدوا من نظافة حيواناتكم الأليفة. أجل، أشعرها بالاهتمام. كم أنت جميل يا لاينو. واو، نحن اليوم في ميني جراند بري في لاس فيغاس. وانظروا إلى هذه، إنها سيارات سباق جو كارتس، وهذه عربة جو كارت خضراء، وهذه عربة حمراء، وهذه عربة زرقاء. أنا متحمس جدا. انظروا لهاتين العربتين، إنهما لوناي المفضلين. هذه العربة لونها برتقالي، وهذه العربة أجل لونها أزرق. الآن
الآن حان الوقت كي أعرفكم على أجزاء عربات جو كارتز. أو مهلا، انظروا لهذا، أجل إنها عربة جو كارت. إذن أول ما عليكم معرفته عن عربات السباق أنها تحتوي على 4 عجلات وإطارات. هل ترون هنا؟ هذه عجلة وإطار، وهي صغيرة جدا. لطيفة جدا. إذن هذه أول عجلة وإطار، وهذه هي العجلة والإطار الثانية، وهذه هنا هي العجلة والإطار الثالثة، وهذه آخر عجلة وإطار، إنها العجلة والإطار الرابعة. واو، وانظروا إلى هذا، أجل، هذا هو المصد الواقي، إنه هنا لسلامتكم كي لا تصابوا بالأذى وترتطموا بالأشياء هكذا. واو. حسناً. مهلاً، انظروا في الخلف هنا، هذا أجل، هذا هو الجناح الخلفي. توضع الأجنحة الخلفية على سيارات السباق والسيارات الفائقة السرعة لأنها تولد قوة لتثبيت العربة على الأرض، وهذه القوة تقدر ب3 ملايين حصان. واو، هذا سريع. وانظروا في الأسفل هنا، هذا هو محرك عربة جو كارت، يحتوي على نظام تصفية هواء، شمعة إشعال، كاتم صوت، وزيت سيارات، وأشياء أخرى. حسناً، ليستمد المحرك قوته فهو بحاجة إلى الوقود، مثلما أنت وأنا نحتاج إلى الطعام، العربة تحتاج إلى الطعام أيضاً. وفي هذا المكان خزان الوقود. واو، إذن أنتم وأنا سنملأ العربة ونضع بعض الوقود بداخلها لنرتدي قفازات الأمان. ها نحن ذا. واو، حسنا، ضعوا الفواهة هنا وابدأوا الضغط. واو، حسنا، أعتقد أنها ممتلئة الآن، نعيد الغطاء إلى مكانه. أجل، نغلقه بإحكام، نفعل مفتاح التشغيل، إنه هناك، ثم كل ما عليكم فعله هو سحب الحبل. 3 2 1، بقوة أكبر هذه المرة، أقوى بقليل بعد. أجل، عمل جيد. واو، حسنا، إذن هذا هنا، هذا هو مقعد عربة جو كارت، هنا يجلس السائق. أجل، أنا وأنتم سنجلس هنا اليوم، إذن هيا لنجلس. واو، أجل، أحببت هذا. حسنا، لكن أولا عندما نشغل عربة جو كارت، أجل، السلامة أولا، لنضع حزام الأمان كما لو كنا في سيارة عادية، أي سيارة نضع حزام الأمان. حسناً، ها نحن ذا. وفي الأسفل هنا، أترون؟ هذه دواسة الفرامل، تضغطون عليها عندما تريدون التوقف. واو، وهذه الدواسة هنا. واو. هذه، أجل، دواسة الوقود، وتمكنكم من الحركة إلى الأمام والخلف، وهذه هي عجلة القيادة. واو، وهي تمكنكم من قيادة العربة. سنبدأ الآن. عربة جو كارت ممتع جدا. الشيء الرائع في عربات جو كارت هي أن فيها أنواع مختلفة، مثل التي ركبناها توا، ثم لدينا هذه أيضا، تعالوا انظروا. انظروا إلى هذا،
هذه العربة صغيرة جدا. هذا مضحك للغاية. هناك واحدة هنا حتى نركبها معا. أجل، هذه العربة الخضراء تبدو رائعة. حسنا، علينا تشغيلها. إذن تذكروا، تضعون قفازات الأمان ثم تقومون بالسحب. أجل، واو، الجميل في هذه العربات الصغيرة هي أن أي شخص يبلغ 96 سنتيمترا ونصف يمكنه الركوب. واو، أو وصدقوني أنا أطول من ذلك بكثير. واو، إذن أول شيء نفعله، أجل، السلامة أولا. نربط حزام الأمان. جيد ومحكم. حسنا، الآن دواسة الوقود، سننطلق. واو، هل رأيتم ذلك؟ لقد اصطدمت توا. ولأن عربات جو كارت تسير إلى الأمام فقط، عليكم استخدام هذه الأداة عندما تصطدمون بشيء ما، لأنه لا يمكنكم المضي قدما. إنها قطعة من الحديد مزودة بخطاف في نهايتها. واو، حسنا، انظروا لهذا. ثبتوا هناك واسحبوه قليلا. واو، إنها ثقيلة. حسنا، أجل، الآن نستطيع القيادة مرة أخرى. هيا بنا. واو، واو، كان من الممتع جدا قيادة هذه العربة. لكن أعتقد أنه الوقت المثالي للذهاب وركوب العربات الكبيرة. واو، انظروا إلى هذا. واو، هذه عربة جو كارت كبيرة. أجل، إنها قوية جدا، قوية للغاية، بحيث أنه تم استيرادها من فرنسا. انظروا إلى الأسفل هناك. أجل، هذه الجو كارت مزودة بمصابيح أمامية من نوع LED، وهي مزودة بمصابيح خلفية. أترونها عندما تضغطون على الفرامل؟ أجل، تعمل مصابيح الفرامل. واو، هذه العربة قوية جدا، تتطلب أن تكون بالغا وتكون لديك رخصة قيادة سارية المفعول. لحسن حظي أنا أستوفي الشروط. أجل، هذا يعني أنه يمكننا تشغيلها. حسنا، نفعل زر التشغيل ونسحب الحبل. واو، وصوتها يوحي بأنها قوية للغاية. حسنا، لنجلس على المقعد ثم نربط حزام الأمان لأنها قوية جدا. واو، أنا متوتر قليلا، ستكون تجربة ممتعة للغاية. حسنا، هل أنتم مستعدون؟ فلننطلق. واو، هذه السيارة سريعة جدا. واو،
كان من الرائع جداً التعلم عن سيارة جوكارت معكم. حسناً، هذه هي نهاية هذا الفيديو. إن كنتم تريدون متابعة المزيد، كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي. أجل، بليبي، فلنتهجع معاً. حسناً، باء لام ياء، باء ياء، بليبي. حسناً. مرحباً، هذا أنا بليبي. نحن في حديقة وودلاند للحيوانات في سياتل في واشنطن. هاي، شاهدوا هذه، إنها لوحة معلومات الحديقة وعليها خريطة حديقة الحيوانات. أتساءل ما الحيوانات التي سنراها اليوم في الحديقة؟ هو ربما سنرى فيها الدب البني. سيكون هذا رائعاً. أو سنرى ولديهم غوريلا أيضاً. انظروا، هناك أنواع مختلفة من الحيوانات كطائر الفلامينغو. رائع. واو، ما هذا الحيوان الطويل؟ هذه زرافة. إن الزرافة طويلة جداً. حسناً، سنتعلم كثيراً عن الحيوانات اليوم. هيا بنا. رائع، شاهدوا هذا المكان. إن هذا الموطن الطبيعي يشبه ألاسكا أو المحيط الهادئ أو كندا. حسناً، لقد أحضرت معي بعض الطعام للحيوانات. لكن لحظة، احذروا أصدقائي، أي حيوان يعيش في هذا الموطن؟ نعم، إنه دب. دب كبير وهو حقيقي. لونه بني. أحسنتم، إنه الدب البني. واو، متشوق إلى رؤيته. هاي، لقد حصلت على إذن من أجل توزيع هذا الطعام على الحيوانات، وذلك لتستمتع به. هيا بنا. حسناً، أحضرت حبوب البني المطحونة. أترونها؟ أجل، إنها القهوة المعروفة. وإذا وضعنا بعض من القهوة هنا، فإن الدب البني سيتدحرج فوقها، فهو يحب التدحرج فوق القهوة. لننثر بعضها هنا هكذا، كدنا ننتهي. لننثر أيضاً قليلاً هنا. لقد انتهيت. حسناً، لنضعها في هذا المكان، ولكننا سنأخذها معنا عندما نغادر. أصدقائي، شاهدوا هذا، إنه بسكوت. الدبابة البنية تحب هذا البسكوت، لذا سنضع بعضاً منه. نعم، في هذا المكان. هيا بنا. حسناً، سأضع هناك لأزين لها الطريق. انتهيت. ما هذا؟ توابل فطيرة اليقطين؟ يام. إذن سأرش قليلاً من هذه التوابل هنا. حسناً، بقي بعض البسكوت. شاهدوا هذا أصدقائي، معي كثير من الفواكه والخضر في هذه الدلو. أجل، أحب الخضر والفواكه، مثل الكرفس مع زبدة الفستق والعسل أيضاً. يام. يبدو أن لدينا بعض العنب. يام. وهناك بعض الإجاص، وثمة بعض الجزر. واو، وأيضاً تفاح. وبطيخ أحمر. والآن سأضع قطع البسكوت على هذه الجزيرة الصغيرة. حسناً، انتهيت. رائحة هذا الغذاء زكية. هيا لننثر قليلاً من توابل اليقطين. جيد، وبعدها سأكمل الطريق إلى الأسفل لأضع بعض الطعام هناك. واو، سيحظى هذا الدب اليوم بوجبة طعام شهية. حسناً، والآن سنأخذ حافظة الطعام، وبعدها سنخرج من هنا ليتاح للدب أن يستمتع بتناول الطعام. واو، انظروا، هذا
هذا كيما. إن كيما دب بني ضخم وقد أحب الطعام الذي وضعناه له هناك. أحسنتم عملا، لنراقبه. انظروا إلى هذا، رائع! هذا اسمه ديف، وديف ذكر زرافة، إنه طويل كثيراً! تفضل يا ديف، أنا أطعم ديف بعضاً من أوراق الخس، فهو يحب تناول الخس والملفوف. مرحباً، كيف حالك؟ أوه، راقبوه، إنه يستعمل لسانه بدلاً من اليدين للإمساك بطعامه وسحبه إلى داخل فمه. واو، إن ديف حيوان رائع. تفضل ديف. أحسنت. والآن إلى لقاء ديف، علي أن أزور بقية الحيوانات. هيا بنا. هذا، نحن في مسكن الغوريلا الخاص بها. واو، انظروا إليها، إنها لطيفة جداً. إنهم يرمون لها الغذاء لتتناول بعض الوجبات الخفيفة. أحب الوجبة الخفيفة. جميع الغوريلات تعيش هنا في مجموعة اسمها قطيع. قطيع غوريلات. رائع، كل الغوريلات هنا هن من الإناث ما عدا اثنين. أرأيتم الأكبر حجماً ذو ظهر رمادي؟ أجل، هذا هو الغوريلا هانشو، وهو الزعيم من فصيلة الظهر الرمادي. وجميع هذه الغوريلا هنا أصلها من السهول الغربية. أيضاً هناك ذكر آخر، إنه صغير الغوريلا وهو لطيف جداً. حسناً، لنراقبها وهي تأكل طعامها. إلى هذا، أجل، إنه يسمى جعل الفاكهة، نوع من الخنافس. ما نوع الفاكهة التي يأكلها؟ واو، نعم، يبدو أنه الموز. يام، أنا أحب الموز أيضاً. واو، انظروا أين أنا؟ أنا في مختبر الحشرات. هنا تعيش كل أنواع هذه الحشرات وتأكل وتنام. نعم، في هذا المكان تعيش دائماً. رائع، يبدو أن في الأعلى كثيراً من عناكب الرتيلاء. واو، وفي الأسفل حشرات عصوية، وموطن هذه الحشرات هو غينيا الجديدة. رائع، إن هذا مدهش جداً. واو، يبدو أن في الخلف أنواعاً مختلفة من الحشرات. واو، هناك كثير من العناكب. هذه عناكب سامة، نحن بلا شك لا نريد فتح هذا الصندوق الخطير. نعم، وإذا ذهبنا إلى الغرفة المجاورة فسيحضرون لنا بعضها لنتمكن من رؤيتها من كثب. هيا بنا. واو، انظروا إلى هذه. واو، إنها حشرة حسناء الغابة، رائعة، لكن ما لونها؟ نعم، إن لونها هو اللون الأخضر. لقد علمت بأنها الأنثى لأن الذكر لونه بني والأنثى خضراء. أجل، إن شكلها يشبه ورقة الشجر، تبدو كأنها ورقة خضراء، لكن لو كان ذكراً لكان سيبدو ورقة بنية. واو،
إن حشرة حسناء الغابة هي أثقل حشرة في العالم، وهذه لم يكتمل نموها بعد. لاحظوا حجمها الكبير. واو، وكأنها تمارس تمرينات التمدد. هذا مضحك. أوه، شكل هذه الحشرة جميل جداً، رائع. واو، انظروا إلى هذه. نعم، هذه تسمى العنكبوت. واو، إنها عنكبوت كبيرة جداً، وهي من فصيلة عناكب الروتيلاء وردية الوبر. واو، مرحباً، كنت أخاف كثيراً من العناكب، ولكن لم أعد كذلك. هذه العنكبوت أليفة جداً. نعم، فلو جعلتها تمشي على يدي فإنها لن تعضني، لأن هذه العنكبوت لطيفة ولها وبر كثيف يغطيها. انظروا إليها. أجل، وهذه العنكبوت أنثى. واو، وعمرها 17 عاماً تقريباً. واو، يا لها من حشرة صغيرة. لا، ليست صغيرة، بل كبيرة. واو، ما هذا؟ إنها تسمى خنافس الأزهار الملونة. واو، هي لامعة جداً. أجل، فهي ملونة بلونين هما الأخضر والأصفر. واو، وللذكور قرنان في الرأس هنا في الأعلى، يبدو أن لونهما أحمر أو برتقالي. رائع، تمشي فوق قطعة الخشب. إنها تحب تناول الفاكهة. يام، أنا أحب الفاكهة أيضاً. واو، شاهدوا الآن بعض الحشرات القشرية على قطعة الزجاج هذه. أجل، إنها تسمى الحلزون. واو، جميلة، انظروا، هي لطيفة جداً. هل ترون القوقعة؟ تساعد على حمايتها. واو، هذه الحلزونة من جزيرة تاهيتي. واو، أحب تاهيتي، إنه مكان مشمس جميل. حسناً، لم يبقى شيء منها في البرية، بل هي في حدائق الحيوانات أو المحمية فقط، ونسعى جاهدين لإعادتها إلى موطنها الأصلي. لكن الآن يمكننا مراقبتها وهي تتناول غذاءها. مرحباً. ألم نقضي وقتاً ممتعاً في حديقة وودلاند للحيوانات في سياتل في واشنطن؟ بلى، استمتعنا حقاً. حسناً، وصلنا إلى نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ BLI PPI فليبي. أحسنتم، أنا سأكمل يومي مع الحيوانات هنا. إلى اللقاء،